صباح الخير الاول. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله ميد ترم اكزام هيبقى يوم الجمعه اللي هو 11، الجمعه اللي جايه دي 27، الجمعه اللي بعديها 4، الجمعه اللي بعديها هي 11 في الصبح من الساعه 8 ل 9:30. هتتقسموا مجموعتين ان شاء الله، مجموعه كده من 8 ل 9 الا ربع، ومجموعه الثانيه من 9 الا ربع ل 9. هينزل لكم على الارشاد الاسماء بتاعت المجموعات، تمام؟ يبقى يوم الجمعه 11 12 ان شاء الله من الساعه 8 ل 9:30 هنا. طبعا المدرجات مدرج 2 وثلاثة وأربعة وخمسة، دول الأربع مدرجات اللي هتبقوا موجودين فيهم. الامتحان هيبقى بنهاية المحاضرة بتاعت النهاردة. هنحاول بقدر الإمكان إن محاضرة النهاردة نخلص بدري إن شاء الله. هننهي يا دوبك الإندور، مش هبدأ حاجة جديدة. تمام؟ كنا خلصنا الاسبوع اللي فات الاستراكشر اوف اندور واخدنا الميثودز اوف سينثيسيس. النهارده هنستكمل الاندور بالرياكشن اوف اندور. زي ما احنا عارفين ان انا عندي الاندور عبارة عن فيوز باي رول ري كتير سايتد 5 ممبر ري والبنزين ري ار فيوز توجذر تو فور اندور. لما اجي ابص على الاستراكشر اللي قدامي هبص الاقي ان انا عندي النور ريزامبل اور سيميلر تو بايرول. البايرول الكاركتر بتاعته ان هو كان اكسسيف ان باي الكترونز، في عنده كميه من الباي الكترونز، وبالتالي الالكترون دينستي اباب كاربون اتوم از هاير ذان ذات اوف بنزين. نيجاتيف تشارج او الالكترون دينستي حوالين الكاربون اتومز اوف بايرول is higher than that of benzene. Therefore, undergo electrophilic substitution reaction. أتوقع أن هو with difficult or easily. Easily. يبقى معنى كده أن أنا الإلكتروفيل اللي كنت بعملها بالنسبة للبنزين، لا أنا عاوز mild condition. Similar to that فور بايرول. طيب البريفير بوزيشن هيبقى عنهم، انا عندي طبعا هنا ده بوزيشن 1 ده بوزيشن 2 ده بوزيشن 3 ده النمبرنج اوف ان دول. بعد كده في تبقى بوزيشن 4 5 6 7. ايه البوسيبيليتيز فور الكتروفيليك اتاك؟ الاتاك اولا هيحصل اد بايرول رينج اور اد بنزين رينج. ده السؤال الاولاني. بايرول ليه؟ لانه اكسسيف ان باي الكترونز، دي نمرة واحد. طيب بالنسبة للبايرول في عندي كام بوزيشن؟ اثنين اللي هو بوزيشن 2
وبوزيشن 3. طب عاوز اعرف البريفيرد اتاك يحصل ايه، بوزيشن 2 ولا بوزيشن 3؟ اعمل ايه؟ اشوف التو بوسيبيليتيز اللي عندي واشوف مين فيهم البريفيرد. تمام؟ لو افترضنا ان الاتاك هيحصل اتاك at C3. تمام؟ لما هيحصل الاتاك at position 3 يبقى هيديني الانترميديت الانترميديت اللي هيطلع ان الدبل بوند هتتكسر بهذا الشكل توارز كاربون 3 يبقى عليها نيجاتيف تشارج اتراكت زي الكتروفيل، وبالتالي الاتاك هيحصل لي ات بوزيشن 3 وليفنج بوزيتيف تشارج ات بوزيشن 2. طيب ريزونيتنج ستراكشر فور ذيس ستراكشر، ان انا عندي اللون بير اوف الكترون ممكن يجي لي هنا والبوزيتيف تشارج تنتقل الى النيتروجين. يبقى معنى كده ان البوزيتيف تشارج ديستريبيوتد بين كاربون 2 اند ذا نيتروجين اتوم. في انذر ريزونيتنج ستراكشر ممكن يتكون، ها؟ يبقى معنى كده ان البوزيتيف تشارج ديستريبيوتد اند ذا هيديرو سايكليك رينج. نيجي نشوف لو حصل الاتاك على كربون 2، لو حصل لي الاتاك على كربون 2 ايه اللي هيحصل؟ انه هيديني الانترميديت ده هو الريزونيتنج ستراكشر اللي ممكن يتكون. ان الدبل بوند يجي هنا بهذا الشكل. Another resonating structure another intermittent structure
في بوسيبل ريزونيتنج ستراكشر تاني؟ ما في. المفروض ان انا دلوقتي اقارن بين الاستابيليتي اوف ذا تو بروبابيليتيز، اشوف مين انترميديت مور ستيبل تتوقع ايه؟ ها؟ هل نتوقع زي ما الزملاء بيقولوا الاتاك يحصل لي عند سي 2؟ طب اللي بيقول ات سي 2 ليه؟ ها؟ الانترميديت ماله؟ دلوقتي احنا في زملاء قالوا ات سي 2، اللي قالوا ات سي 2 هو مين قال ات سي 2؟ ايوه ليه؟ نعم؟ عشان النمبر اوف ريزونيتنج ستراكشر اكتر من سي 3. طيب اللي بيقول ات سي 3 ايوه عشان كاس العشره هو ده اللي انا عاوز اسمعه. لو هيحصل اتاك ات سي 2 البوزيتيف تشارج ديستريبيوتد بتوين ذا هيتيروسايكليك رينج اند بنزين رينج، وبالتالي البنزين رينج الاستابيليتي بتاعتها او الريزونانس بتاعها از ديسربتد هيتكسر، وبالتالي هفقد كل الاستابيلايزيشن انرجي بتاعت سواء الهيتيروسايكليك رينج او البنزين رينج اللي هي 36 كيلو كالوري. تمام؟ مش هيبقى عندي اي نوع من الاستابيلايزيشن انرجي. انما لما اجي للاتاك ات سي 3 البوزيتيف تشارج ديستريبيوتد بتوين النيتروجين اند الكربون اتوم اوف ذا هيتيروسايكليك رينج اند ذا بنزين رينج ريتين بريزاب، فعلى الاقل عندي 36 كيلو كالوري اللي هم الاستابيلايزيشن انرجي اوف بنزين، وبالتالي يبقى هنا الانترميديت از مور ستيبل ذان ذات فور ذا اتاك ات سي 2، وبالتالي البريفير بوزيشن تو بي اتاك ان دوت ات ات سي 3. بالدنيا يا بنتي اسمي بعد المحاضره. تمام؟ يبقى هنا نتيجه العمليه زي ما بدانا من البدايه، عندي سيستم امشي عليه، ما اجيش النهارده اقول رول معينه واطبقها على مركب، ها، وبعد اسبوع ولا محاضره ولا محاضرتين اطبق رول تاني. الرول بتاعتي ان انا بشوف البوسيبيليتيز اللي موجود، ايه البروبابيليتي اللي محتمل ان هي تبقى موجوده، واشوف الانترميديت المور ستيبل انترميديت هو اللي يمشي، وبالتالي زي ما عملت في البيرول بعمل في الاندور. في البيرول برضو كان عندي تو بوزيشن الفا وبيتا او بوزيشن 2 بوزيشن 3، وشفت الانترميديتس اللي متكون مين فيهم المور ستيبل هو اللي يمشي للنهايه، الان ستيبل ما يمشيش، او لو مشي يمشي كماينور برودكت، يعني ممكن ده هو مش هيديني 100% هيستري سبستيتيود، انما ممكن يديني 70% 80% والباقي يبقى كباي برودكت ات بوزيشن 2. يبقى البريفير بوزيشن فور الكتروفيليك اتاك ات بايرول ات كاربون 3. يبقى اتوقع دلوقتي الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن
اللي هو الكاركترستيك رياكشن فور اندور اوكير ات بوزيشن سيري. يعني لو جيت عملت نيتريشن هتحصل ات بوزيشن سيري، جيت عملت هالوجينيشن ات بوزيشن سيري، سالفونيشن ات بوزيشن سيري، كرافت الكايليشن المفروض برضه يحصل لي ات بوزيشن 3، وهنشوف ايه اللي هيحصل. تمام؟ في حد عنده سؤال؟ نيجي اول حاجه وعملت له هالوجينيشن، سواء عملت له برومينيشن ان اسيتيك اسيد او كلورينيشن ان بريزنس اوف فوسفورس بنتا كلورات. طبعا نتيجه ان انا عندي البيرول has excessive by electrons it is easily to be electrophilic attack. Therefore we used mild condition. فكان الالكتروفيليك اتاك او الهالوجينيشن of بنزين لازم بستخدم الهالوجين in presence of Lewis acid. انما هنا هستخدم اسيتيك اسيد مايلد كونديشن فهيديني واحد هيقول لي طب لو افترضنا جدلا ان ال 3H is occupied، لو كان عندي الكربون 3 ده هو مشغول بالالكترون withdrawing group يبقى هنا هيحصل فين؟ هيحصل لي الهالوجينيشن ان بنزين رينا definitely at position 6. يعني لو افترضنا جدلا ان انا اخذت حد يقدر يسمي لي المركب ده؟ أهل اليمين، ربنا جعلنا من أهل اليمين. ها؟ مفيش حد معايا النهارده؟ أيوه قول يا سيدي. ثلاثة أسايد إيه؟
جماعه يا جماعه يهديكم ربنا يهديكم ربنا يهديكم ربنا. انا عندي بيرنت كومباوند، التسميه ما هياش صعبه بهذا الشكل اللي انتم متخيلينه. لو انت اخذت الموضوع ستيب باي ستيب هتبص تلاقي نفسك وصلت للاسم من غير ما تحس. قولي خدي فرصه. ثلاثه بروبابيل. ها العمليه في منتهى البساطه. ايه البيرنت كومباوند بتاعي؟ اندومي. هروح كلب. او تكتبوا 1 اتش اندومي. متفقين؟ ده البيرنت كومباوند. اول خطوه اشوف احط ايدي على البيرنت كومباوند. خلصت. طيب البيرنت كومباوند ما هوش عندي، في عندي سبستيتيوتد اندو. السبستيتوانت اللي موجود فين؟ اللي هو مجموعه الانسان كاربوكسيلين، تمام، اللي هي جايه من الكاربوكسيليك اسيد في بوزيشن كام؟ 3. يبقى اندول سوري 3. لو كان كاربوكسيليك اسيد كنت هقول 3 كاربوكسيليك اسيد، انما ده هو الاسيد يبقى اقول عليه ايه؟ كاربوكسيلين. تمام؟ لسه باقي لي ايه؟ ده سواء كان صوت او كان استر. لو صوت كنت هقول صوديوم 1 اتش اندول 3 كاربوكسيلين، ده هو استر. هروح قايل عليه ايسايد 1 اتش اندول 3 كاربوكسيلين. لو انا مشيت ستيب باي ستيب بهذا الشكل استحاله استحاله مش هوصل للاسم. لكن ان انا كده اقعد على المصطبه واروح خابط اي اسم ما ينفعش. حتى بتجيبوا اسماء غريبه، يعني الانسه بتقول لك سريبروبيونايل، فين البروبين هنا؟ الاخ اللي ورا بيقول لك ايسايل اسيتيت، فين الايسايل اسيتيت اللي موجوده هنا؟ ما تمشي واحده واحده. هو احنا ليه دايما ما بناخدش المبنى من اول؟ بروح ناطط كده على الروف مره واحده. غلط. المبنى بيتاخد من البدروج، من الاساس بتاعه. ادور اشوف ايه البيرنت كومباوند اسميه، سبستيتوان اسميه واحط رقم. انتهى الامر. عندي هنا البوزيشن 3 اكيوباي، الايسايل كاربوكسيلين ده هي الالكترون ويزدروينج جروب. يبقى ما اجي انا اعمل هالوجينيشن او الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن هيدخل لي اد بوزيشن 6. يبقى انا لو اخذت المركب ده واعطيت برومين ان اسيتيك اسيد يبقى هيديني اسمي المركب. كان الاولاني ايسايد 1 اتش اندور 3 كاربوكسيلين، تمام، زاد عليها
برومين at position 6. يبقى اسمي المركب ده ايه؟ ها؟ يبقى دلوقتي اصبح عندي تو سبستيتوان. واحد فيهم كربوكسيليت، مثال كربوكسيليت، والتاني برومين. الفابيتيكالي يبقى البرومين تيجي الاول. يبقى هنا في الحاله دي 6 برومو beside 1H indoor 3 carboxylene. عندي مشكلة؟ هل أنا عندي مشكلة في الوقت الحالي؟ مفيش عندي مشكلة. اسم ياخد السطر كله، لكن لما أجي أجزأه أبص ألاقي العملية بتاعتي في منتهى البساطة. يبقى أول حاجة شفنا الهالوجينيشن، أوكي، الآن بوزيشن 3، أند وين بوزيشن 3 إز أوكيبايد باي إلكترون ويزدروينج جروب Halogenation takes place at benzene ring, definitely at carbon 6. Okay? نيجي بعد كده 10 electrophilic substitution reaction اللي هو عبارة عن النيتريشن. النيتريشن، اتوقع ان انا اعمل نيتريشن بكونج نيتريك وكونج سلفيريك اسيد. لا. ليه؟ ايوه نزل اللي بتاعك ده، هيكون لي بولر. لو انا استخدمت كونسنتريتد اسيد زي نفس الحكايه بتاعت البيرول هيديني بولوميريك برودكتس. يبقى لازم ادور على مايل الكتروفيل. المايل الكتروفيل اللي انا هستخدمه يا اما استخدم اسايل نيتريت زيرو ديجري سنتيجريد او بنزواي نيتريت سي 6 اتش 5 سي او او ان او 2 ان اسيتونيتريت برضه ايه؟ زيرو ديجري سنتيجريد. هيحصل لي نيتريشن ات بوزيشن 3. ويديني 3 نيترو. نيترو 1H تمام. لو انا هعمل سلفونيشن بنفس الطريقه برضه مش هقدر استخدم كونج سلفريك اسيد لنفس السبب اللي قالته زميلتي. هستخدم السلفر ترايك سايد امبريدين علشان يديني
الوان اتش ان دول 3 سلفونيك اسيد، يبقى ده اسمه 1 اتش ان دول 3 سلفونيك اسيد. يبقى سواء عملت هالوجينيشن، عملت نيتريشن اند سلفونيشن ويز مايلد الكتروفيلز، الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن اوكير بريفيرابلي ات كاربون 3. لو اجي اعمل بقى عمليه الاسيليشن او الالكيليشن اوف اندول، لو انا اخدت الاندول اتساب وعملت له اسيليشن مش هيحصل ان انا الاتاك يحصل لي عن بوزيشن سيرف، انما الاتاك هيحصل ات نيتروجين اتوم. حد يقدر يقول لي ليه؟ دلوقتي عملية الاسيليشن ان انا هعمل ار سي او اكس مثلا سي ال، فهنضيف سي ان بريزنس اوف لويس اسيد، هنضيف سي سي دبل بوند ار، هنضيف على النيتروجين عشان احنا كنا قايلين ان البايرول عنده اسيدك كاركتر او اسيدك بروبرتيز، فهنضيف بالظبط كده. يبقى اتوقع ان انا لما يجي اعمل فريد الكرافت اسيليشن في عندي مور اسيتك سيل، الاتش ده هي لها اسيتك بروبرتيز، وبالتالي لما هعمل اسيليشن مش هيحصل لي الاتاك ات بوزيشن 3، انما هيحصل لي الاتاك ات نيتروجين. علشان كده لما باجي اعمل الكتروفيليك اتاك لازم اعمل بروتكشن لل ان اتش، بعمل بروتكشن لل ان اتش وبعدين اعمل الاسيليشن، يعني اخد البنزوايل دريفاتيف بنزوايد 1 اتش ان دول تمام، واديله الاسيتايل كلورايد سي اتش 3 سي او سي ال، بعد كده يحصل لي الاسيليشن and position 3. لازم الاول اعمل عمليه بروتكشن، احمي ال NH بان انا اكون الاول البنزويل ديريفاتيف، بعد كده اروح اعطيله الاستايل كلورايد in presence of Lewis acid يروح اعطيني الاسيتايل ديريفاتيف. في تفاعل مهم جدا اللي هو ان انا الاديشن اوف كاربين،
حد يعرف ايه رمز الكربين؟ ايه رمز الكربين؟ الكربين اللي هو سي اتش سي ال 2 و 2 الكترونز. فلو اخذت الكربين ده هو الكاركترستيك ريأكشن بتاعته ان هو يعمل لي اديشن على الدبل بوند. لو انا اخذت الاندول واعطيته الكربين سي اتش سي ال 2 امبريزنس اوف صوديوم هيدروكسيد هيعمل لي اديشن على الدبل بوند ويديني بهذا الشكل. ده هو قدامه احتمالين والاحتمالين هيحدثوا. يعني التو بروبابيلتيز هيحدثوا وبالتالي هيديني ميكتشر من تو بروبابيلتيز. انا في هنا عندي اتش وهنا في عندي اتش. يا اما الاتش دي هتتكسر ان انا ال دبل بوند هي تتكسر لي بهذا الشكل وتروح البوند دي مكسوره بهذا الشكل يبقى دي هتتحول لايه؟ الفايف نمبر دي هتتحول لايه؟ ها؟ ويطلع اكسل هذا رينج اكسبانشن ولا رينج ديبريشن؟ الرنجة هتوسع ولا هتتحول من 5 ل 6 لان انا بدل دهين مع واحدة هيبقى في عندي 2 تمام؟ فهيديني تمام ولا مش تمام؟ ها؟ دي واحدة. طب لو افترضنا جدلا ان بدل ما الاتش دي هي اللي هتطلع مع الاس ال، الاتش دي هي اللي هتطلع مع الاس ال، فدي هتكون لي بهذا الشكل دبل بوند هتروح تهيئ الاحتمال التاني تروح جاي كده يبقى المفروض ان هو يجي دي اصبحت دبل بار واصبح شايل عندي سي اتش اللي هو بعمل له عملية هيدروليزيز بـ H2O
يديني التو فور مايل دريفت. تمام؟ فهيديني ميكسشر من السي كلورو كينولي و التو فور مايل 1 اتش اندور. تفاعل بعد كده الاوكسيديشن لو انا عندي من دول و الاير اوكسيديشن هيعمل لي انترودكشن للرو اتش عن بوزيشن 3 وهيديني الاندوكسيد الاندكسل ده هيحصل له فارزة اوكسيديشن لو انت شايف كده بتلاقي لو ده هي تيجي كده ده ليلو الفار يتحول لكيتو فار والاتش تيجي هنا يحصل فارزة اوكسيديشن للمركب بتاعي ويحصل لي عملية دايمرايزيشن او بوليمرايزيشن ده بالنسبة للاير اوكسيديشن ار اندور الفيرست ستاب يحصل لي اوكسيديشن لكربون 3 وتديني ال 3 هيدروكسي او الاندوكسيد بعد كده الانول فارم ده يتحول لكيتو فار ويحصل لي اوكسيديشن بوزيشن 2 بحيث ان هو يديني دايمر اللي هو بيسمى الانديبو بعد كده زي ما قال زميلتكم في بداية المحاضرة قال الهيدروجين of the NH in indol has acidic properties معنى ان هي has acidic properties يبقى معناها ممكن ال H دي تطلع ويحل لي محلها متى تمام على اساس ان انا عندي acidic properties او
اقول الام اسايليشن ان انا عندي لو انا اخدت الاندول وعديته سترونج بيز اللي هو الصوديوم او البوتاسيوم بتاعي الصوت بتاعي صوديوم بتاعي النيوكليوتايد ها فهيحل لي الصوديوم لازم طبعا نتيجه ان ده يعتبر فيري ويك اسيد يبقى لازم استخدم له سترونج بيز علشان يحل محله فهيديني الصوديوم صاف او البوتاسيوم صاف لو كان ان بيوتايز بوتاسيوم زي ما قلنا قبل كده ان انا ممكن في الحاله الذهنيه ان انا ممكن الصوديوم ده هو او البوتاسيوم احط الكايد او اسايل جروب سواء الكايد او اسايل جروب فتحل لي محل الصوديوم لو انا عاوز احضر الاسيتايل دريفاتيف هنا لو استخدمت بنزوايل يبقى هيديني الـ A بنزوايل ريفاتيف لو استخدمت الأسيتايل هيديني لو عاوز ادخل مجموعة كربوكسيل قلنا ان انا بدخل CO2 نمرة واحد نمرة اثنين هيدروليسيس يديني الام كربوكسيلين الاندول ال 1 اتش اندول كاربوكسيليك اسيد لو انا استخدمت جرينير ريجن ام جي اكس نفس الحكايه طيب يديني الصوت بتاعي لو انا عامل له كاربوكسيليشن followed by hydrolysis هيديني في الحالة دي هيديني في 3 كاربوكسيليشن يبقى انا ممكن لو انا عاوز الام كاربوكسيليك اسيد اجيبه عن طريق الصوديوم او البوتاسيوم صول فولد باي كاربوكسيليشن اند هيدروليز لو انا عاوز الثري كاربوكسيليك اسيد يبقى استخدم جرينير ريجن فولد باي كاربوكسيليشن اند هيدروليز تمام ننهي كده الجزء اللي احنا هنمتحن فيه في الميد تيرم من البدايه لغايه نهايه المحاضره دي
تمام؟ مش هبدأ حاجة جديدة على أساس يبقى عندكم حوالي فرصة أسبوعين إن أنت ممكن تذاكر فيهم كويس جدا. تمام؟ بنكرر الامتحان يوم الجمعة 11/12 من الساعة 8 لغاية الساعة 9:30 هتتقسموا المجموعتين. والأسماء هتنزل لكم على الإرشاد. اوكي؟